مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه نهايه الاسبوع، تحياتي مع لحضراتكم. نبدا معاكم طبعا حلقه جديده من السادسه، وقبل ما ابتدي ادخل في موضوعات النهارده حابب بس اوضح حاجه. انا ناس كتير جدا اتكلمت او بعتت وكلمت ان انا كنت قاسي جدا على منتخب مصر، وان المنتخب قدم عروض كويسه وانه نجح في انه يحقق الهدف. انا ابدا ما قصدتش بكلامي قسوه على المنتخب باي شكل من الاشكال، ولا على الجهاز السابق كابتن حسام البدري، ولا على الجهاز الحالي بقياده مستر كارلوس كيروش. انا زي كل الناس بقالي 10 سنين بدور على المنتخب، بقالي 10 سنين نفسي احس انه منتخب مصر في المكانه اللي يستحقها، ولاسباب كتيره جدا. يعني في اول 10 سنين دول كان في ظروف في البلد بتمر بيها ما كانتش تسمح اساسا انه يبقى فيه اهتمام او متابعه لكره القدم، وكان عندنا مشاكل كتيره جدا، وكان عندنا احباطات كتيره جدا، وكان عندنا جيل لسه صغير، كنا شايفين فيه في الوقت ده المستقبل، وكنا شايفين جيل عظيم بيودع الملاعب. لكن على مدار العشر سنين اللي فاتوا دول الحقيقه شايف ان احنا وصلنا لمرحله تسمح لينا ان احنا نشوف منتخب مصر بالحجم الطبيعي، ان احنا نشوف منتخب مصر في مكانته الطبيعيه. ومنتخب مصر اسمه كبير قوي، يعني سيبك من تاريخه وبطولاته، منتخب مصر اسم كبير جدا، وشايف النجوم اللي كانوا صغيرين كبروا، وشايف لعيبتنا النهارده والقماشه مش بس اللي جوه المنتخب، اللي بره المنتخب كمان تسمح ان احنا يبقى عندنا منتخب في منتهى القوه. الحقيقه المشكله فين؟ انا مش عارف. والحقيقه يمكن كل ما بنقرب اكتر من تحدي كاس العالم، وده يمكن يكون الحدث الاهم والابرز لمنتخب مصر في الفترات اللي جايه، كاس العرب شيء عظيم، وبطوله افريقيا طبعا حاجه عظيمه، لكن يبقى كاس العالم هو الاهم بالنسبه لنا، وخصوصا مع ندره وصولنا لكاس العالم. احنا مش هينفع كل سنه او كل مشاركه يبقى بعدها 30 سنه عقبال ما نشارك تاني. مشاركه منتخب مصر في كاس العالم المفروض تبقى روتين، تبقى حاجه طبيعيه. المفروض اللي يبقى بيشغلنا بعد كده هو احنا هنعمل ايه في كاس العالم، طموحنا ايه في كاس العالم. لكن طبعا محدش بيفكر في ده، احنا بس كل همنا ازاي نوصل. وعلى كل الاحوال، بس انا عشان ما اطولش على حضراتكم، انا ما كانش قصدي ان انا ابقى، يعني بالعكس، انا يمكن جزء كبير جدا من كلامي مرتبط بغيرتي على الجيل ده، الجيل اللي شايفه يستحق انه يوصل كاس العالم ويستحق انه يرفع بطوله افريقيا. يعني انت عايز ايه تاني؟ عندك يعني فرقه في غايه محترمه جدا، من اول الشناوي وصولا لصلاح، انا ممكن احط لك منتخبين اسماء لعيبه تعمل منتخبين يمثلوا مصر. منتخبين محترمين جدا جدا. لكن احنا عندنا مشاكل كتير الحقيقه، لانه ده في النهايه ما بيترجمش في الملعب. طبعا كيروش جه في وقت ضيق جدا وظروف صعبه جدا وحقق المطلوب منه، لكن نقدر نقول انه لا، يعني لسه كتير، يعني عايزين شغل كتير جدا عشان المنتخب يظهر بالشكل اللي احنا عايزينه. والسؤال هنا برضو عشان اللي جاي ونبقى حاطين في حساباتنا، هو احنا فرصه كيروش الكامله عشان نحكم على تجربته ونشوفه قبل ماتشين مارس المهمين جدا، اهم مباراتين السنه دي او الموسم ده، هما ماتشين المنتخب مع مارس ايا كان اسم المنتخب اللي هيواجهه. وتوقع تماما انه ايا كان اسم المنتخب من التسعه اللي وصلوا هتكون مباراتين في منتهى الصعوبه. اتعودنا كده، يعني النوك اوف زول ما بيبقاش فيهم يعني حظوظ كتيره لمنتخبنا يعني. لكن في النهايه، هل البطولتين المجمعتين دول، بطوله كاس العرب الفيفا عرب كاب و بطولة أمم أفريقيا، مقياس كافي أو فترة كافية أو تجربة كافية إن احنا نحكم على تجربة كارلوس كيروش مع منتخب مصر؟ وهل إذا نجحت التجربة شيء عظيم جدا، يعني إذا شفنا في منتخب في بطولة أفريقيا منتخب قوي، منتخب حتى لو ما حققش اللقب، شفنا منتخب قوي، منتخب رايح ينافس، منتخب بيتمتع بالروح وبالامكانيات وبالمهارات وبالخطه وبالتكتيك وبالانضباط والانسجام، كل العوامل اللي ممكن ترجح اي فرقه كوره، طبعا هيكمل مستر كارلوس كيروش. لكن هل ساعتها لا قدر الله لو التجربه كانت سيئه والمشاركه في البطولتين الكبار دول ما كانوش على المستوى، تقدر تفكر ساعتها انه جهاز الفني لمنتخب مصر ممكن يبقى محل تغيير؟ ده سؤال برضو لازم يتحط في الاعتبار. والكلام للعيبه بقى، يعني كلام بعيدا عن الاتحاد وبعيدا عن المستشار الفني للاتحاد وبعيدا عن كارلوس كيروش وجهازه والمعاون، كلام للعيبه، انتوا بقيتوا النهارده لعيبه كبار جدا، يعني الولاد الصغيرين كبروا وبقوا نجوم، في بيلعبوا في احسن حته في العالم، في مصر هنا
بتلعب اهلي، بتلعب زمالك، انت بطل، انت متعود على البطوله، بتلعب كل مباراه وهدفك الاساسي المكسب. انت بتلعب بره، عندنا تريزيجيه، عندنا مرموش، عندنا النني، عندنا حجازي، عندنا محمد صلاح، كلهم ما حدش يقدر يقول ان هم مش لعيبه كبيره ومؤثره جدا في فرقها، حتى لو ما بيشاركوش بالتاكيد مشاركتهم مع انديه بالحجم ده، مصطفى محمد وغير احمد ياسر ريان وغيرهم، يعني عندنا الحقيقه كتيبه تسمح لنا يبقى عندنا منتخب بيكشر عن انيابه، وده اللي ما شفتوش الحقيقه لا مع حسام البدري ولا مع كارلوس كيروش. اتمنى ان شاء الله باذن الله الكلام يتاخد بس بالمحمل الايجابي، وانا طبعا همي ودعمي واهتمامي وكل حاجه حلوه طبعا لمنتخب مصر، واحنا عندنا حاجه اهم من منتخب، مفيش حد يختلف على منتخب مصر ليه الاولويه وفي الصداره، صداره المشهد ده. خليني اكلم حضراتكم النهارده حلقتنا طبعا، وطبعا ماتش المقاولين هو الاهم بالنسبه للاهلاويه دلوقتي. هنرجع مره تانية نفتح ملف الدوري، عندنا الحقيقه علامات استفهام كتيره هنحاول نرد على حضراتكم فيها النهارده. طبعا عارفين انه تقريبا 12 لعيب تقريبا غابوا عن النادي الاهلي الفتره الاخيره بسبب مشاركتهم مع منتخباتهم، سواء مصريين او محترفين اجانب. موقفهم ايه من ماتش المقاولين؟ مباراه صعبه بكل المقاييس، اولا بتيجي بعد فتره توقف مش قليله، ثانيا انا متوقع انه في عدد كبير جدا من اللاعبين اللي لعبوا 3 ماتشات الاولين في الدوري كلاعبين اساسيين من الوارد جدا ان هم يغيبوا، لكن الايجابي في ده انها مباراه الفرصه بالنسبه لمن يبحث عن الفرصه. يعني ايه؟ يعني اتوقع ظهور بكره عدد كبير من اللاعبين اللي ما شاركوش في 3 ماتشات الاولانيين، بتهيألي بكره فرصه لو في حالتهم، طبعا مستر موسيماني هو اللي يقدر يقيم ده ويحكم على ده وياخد القرار في ده، لكن لو في حالتهم اتوقع بكره كريم فؤاد ممكن جدا يكون حاضر، عبد القادر ممكن جدا يكون حاضر، عمار جدا ممكن يكون حاضر في ماتش بكره او ماتش بعد بكره ان شاء الله يوم الجمعه مع المقاولين. هنحاول طبعا وهنتابع تمرينه الاهلي النهارده وننقل لحضراتكم اخبار الفرقه واستعداداتها. خليني بس اقول لكم سؤال حلقتنا النهارده، من وجهه نظركم يعني ايه اللي بيحتاجه المنتخب الوطني الفتره المقبله قبل المباراه الفاصله المؤهله للمونديال؟ عايز اسمع راي جمهور الكوره، منتخبنا محتاج ايه؟ طيب قبل ما ندخل بقى في التفاصيل ونقول لكم على اخبارنا ونروح للنادي الاهلي نعرف اخبار تمرينه النهارده، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. طيب نروح للنادي الاهلي، طبعا كريم زميلنا طبعا العزيز كريم احمد تابع تمرينه النادي الاهلي النهارده، وممكن ينقل لحضراتكم الصوره بشكل كامل ويعرفكم على اخر الاخبار المتعلقه بفريق النادي الاهلي واستعداداته قبل 48 ساعه من مواجهه المقاولين العرب. خلينا نرحب بكريم. كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. بالتاكيد يعني المرحله الاخيره طبعا بالنسبه للاستعدادات الخاصه لمباراه المقاولون وعوده بقى من جديد لبطوله الدوري العام ومباراه بطوله الدوري العام. كان عندنا الحقيقه نقص كبير الفتره اللي فاتت بكل اللاعبين الدوليين، لكن المجهود كان كبير جدا من بيتسو موسيماني وكل اللعيبه الحقيقه اللي كانت بتشارك فيها تدريبات خلال الايام الماضيه. الكل الحقيقه زميلي احمد محتاج الفرصه، الكل بيحاول يثبت مباراه الحقيقه من السمنود بعيدا زي ما قلنا على النتيجه، لكن التركيز كان كبير والاداء كان مميز جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. الاداء البدني ومدى تركيز اللاعبين ده يمكن اللي واقف عليه بشكل كبير جدا بيتسو موسيماني. مرحله طبعا اللي احنا فيها كلها طبعا محاضرات فنيه، ويمكن بيتسو موسيماني بعقب انتهاء المحاضره الفنيه مباشره بيكون تطبيقه على ارض الملعب، حماس وجديه كبيره كعاده كل لاعبي النادي الاهلي في التدريبات، ومنها ان شاء الله باذن الله بنعمل الحماس الكبير ده يكون متواجد في مباراه المقاولون العرب، لان الحقيقه بتتميز فريق المقاولون سواء القياده الفنيه كابتن عماد اللعيبه المميزه عندهم عناصر مميزه جدا، وكل مباراه امام النادي الاهلي هي مباراه بطوله، ويمكن احنا عارفين هذا الامر، فمحتاجه مجهود كبير وتركيز اكبر ان شاء الله من لعيبه النادي الاهلي. تدريب اليوم كعادته طبعا فقرات بدنيه والجزء التكتيك الاكبر اللي كان مع فريق النادي الاهلي اليوم، الحقيقه الكل مركز جدا في المباراه، لكن كمان باكد لك على عوده الدوليين، يمكن كمان بيرسي تاو وديانج ما شاركوش النهارده في التدريبات، الراجل بيحاول ان هو يديهم اكبر قسط من الراحه مع كل طبعا اللاعبين اللي شاركت خلال الايام الماضيه سواء في منتخباتها الدوليه وايضا كمان لاعبي منتخبنا الوطني، على امل ان شاء الله غدا في تدريب الفريق اللي يكون في الساعه 4 عصرا ومنها الى معسكر مغلق لفريق النادي الاهلي قبل مباراه المقاولون. ان شاء الله نطمن بشكل كامل على كل اللاعبين في التدريب النهارده، ما شفناش اي عنصر متواجد من كل اللعيبه العائدين، على قد ما احنا ان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا ان انكار الذات يكون موجود والحماس يكون موجود واي لاعب يكون متواجد ان شاء الله في القائمه اللي هيخوض بيها بيتسو موسيماني مباراه المقاولون العرب. لكن باكد لك وبطمنك زميلي احمد بشكل عام على كل اللاعبين تركيز كبير وجديه كبيره في التدريبات، ان شاء الله باذن الله نعمل بيتسو موسيماني كعادته قراراته الفنيه من خارج الخطوط وقبل المباراه تكون مميزه جدا، ولاعبتنا ان شاء الله باذن الله تكون
في قمة تركيزها في مباراة المقاولون. 3 نقاط هيكونوا مهمين جدا للحفاظ على صدارة لقب بطولة الدوري العام. طيب خليني اطمن منك على الدوليين اللي شاركوا مع منتخباتهم، سواء المصريين اللي لعبوا مع منتخب مصر او الخماسي المحترف في النادي الاهلي الاجانب. انا عارف طبعا كل المحترفين وصلوا. طريقه تفكير مستر بيتسو موسيماني في التعامل لمباراه المقاولين، هل تتوقع يعتمد عليهم وشاركتهم في التمرينات النهارده ومدى جاهزيتهم؟ نعرف الوضع بالنسبه للاعبين الدوليين في النادي الاهلي. الحقيقه زميلي احمد كنا منتظرين النهارده نشوف اي عدد من اللاعبين حتى في جزء من التدريبات الجماعيه، على اساس ان احنا نشوف وقوفهم طبعا ووقوف الحاله البدنيه وحاله التركيز اللي فيها لعيبه النادي الاهلي. لكن يعني حتى هذه اللحظه يمكن كل اللعيبه شاركت في بعض الاستشفى ريكفري طبعا لكل اللعيبه اللي راجعه. يمكن كمان زي ما بقول لك بيرسي تاو وديانج النهارده خدوا جرعه بسيطه جدا في الجيم وما شاركوش في التدريبات الجماعيه. لكن غدا هو بقول لك الامر اللي هيكون مهم جدا، غدا هيكون تدريب كامل لفريق النادي الاهلي. التدريب هيكون مغلق، لكن الحقيقه بكره هنشوف كل اللعيبه هتتواجد، مين اللي هيشتكي من ايه، هل حد عنده اجهاد، هل حد بيشعر من اي حاجه. لكن بشكل عام لكل اللعيبه، يمكن طبعا احنا محتاجين لكل اللعيبه، وكل لعيب لابد يكون في تحامل على نفسه بشكل كبير، مش على قد طبعا يكون في اصابه يكون متحمل عليها، على قد ما يكون في تركيز كبير وانكار ذات كبير جدا. وروح الفانيله الحمراء ان شاء الله تغلب على فريق النادي الاهلي، لان احنا عندنا عدد كبير جدا لو استثنينا كل اللعيبه طبعا اللي راجعه سواء الدوليين او لاعبين المنتخب. يعني السكواد هيبقى في حيره شويه لبيتسو موسيماني، لان مش هيبقى عندك تغييرات متواجده. لكن ان شاء الله باذن الله بنتمنى نطمن عليهم بكره في التدريب، وان شاء الله باذن الله يكونوا كلهم جاهزين ويكون كلهم اوراق رابحه لفريق النادي الاهلي في مباراه المقاولون العام. طيب مثل الاهلي مكتمل يا كريم، ولا في لعيبة لسه بتكمل برامج تأهيل أو برامج علاجية؟ يعني الوضع بالنسبه لصلاح من ايام كتيره جدا ومن شهور كتيره جدا، يعني من ايام كتيره جدا ما شفناش ان مفيش اصابات لفريق النادي الاهلي الحمد لله. وليد سليمان بيعود، صلاح محسن بيعود، متولي، محمد محمود، كل اللعيبه دي الحمد لله. بنامل ان شاء الله ما يبقاش في اي اصابات لفريق النادي الاهلي. محتاجين كل اللعيبه ومحتاجين كل العناصر المتواجده مع فريق النادي الاهلي في مشوار هيكون صعب جدا في بطوله الدوري العام ان شاء الله. باذن الله كل التوفيق لرجاله الاهلي ان شاء الله في مباراه المقاولين. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد من ملعب تيتش. ويمكن زي ما حضراتكم تابعتوا قائمه الاهلي ان شاء الله كامله باذن الله. طبعا اعتقد انه الـ 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 السؤال الرئيسي اللي بيمثل صداع لمستر موسيماني هو خط نص النادي الاهلي. يعني اعتقد انه خط ظهر النادي الاهلي وخط هجوم النادي الاهلي ما فيهوش مشاكل، لانك عندك بدائل كتير جدا وعندك لعيبه كلها الحقيقه نجوم وكلها على نفس المستوى. فاللي جاهز منهم تقدر تلعبه وتقدر تريح اللي كانوا بيلعبوا مع منتخباتهم. شريف ممكن يريح، عندك طبعا بيرسي تاو، عندك ميكيسوني ممكن يريحه، عندك الشحات وكهربا، عندك عمار ممكن يلعب قدام، احمد عبد القادر ممكن يلعب قدام. نفس الحكايه في خط الظهر. المشكله الرئيسيه في خط نص النادي الاهلي، لانه الحقيقه الاربعه التقال عندك يعني كانوا اولا كلهم شاركوا مع منتخباتهم وكلهم بذلوا مجهود كبير جدا جدا جدا، سواء كنت بتتكلم على السوليه، حمدي فتحي، مع اكرم توفيق مع منتخب مصر، او حتى ديانج مع منتخب مالي. فيمكن دي تكون التركه اللي مستر موسيماني هيدور على اجابه ليها قبل ما يلعب مع المقاولين. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم في السادسه. طيب ندخل في تفاصيل اخبارنا النهارده بسرعه عشان حلقتنا طبعا يعني متابعه لتصفيات كاس العالم، والعالم كله اليومين دول متابع منتخباته ومتابع اخبار التصفيات. هنلخص لحضراتكم ايه اللي حصل هنا على مستوى اوروبا وافريقيا وكمان امريكا الجنوبيه. بس خلينا نعدي على مجموعه من الاخبار المهمه. والخبر الاول الحقيقه متعلق بمخالفات اتحاد الكره. النهارده لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب برئاسه الدكتور محمود حسين احالت مخالفات اتحاد الكره للنائب العام. يمكن حسب تصريحات دكتور محمود حسين رئيس اللجنه في مجلس النواب، قال انه اللجنه تلقت 27 طلب من عدد من النواب بشان مخالفات اتحاد الكره واللي بتستوجب الاحاله للنيابه العامه. واضاف كمان انه لو تم التحقق من صحه المستندات والاتهامات المقدمه فسيتم الاحاله مباشره للنيابه العامه. نروح لمستقبل كاس الرابطه. وحسب طبعا تصريحات عامر حسين عضو الرابطه، النهارده كان في مؤتمر صحفي لرابطه الانديه، اتكلموا طبعا عن يعني اكتر من موضوع، حاجات كتير وملفات تخص الكره في مصر وتخص مسابقه الدوري والمسابقات كلها، ومنها كاس الرابطه اللي تم استحداثه. يمكن عامر حسين اكد انه الاشتراك بدايه في كاس الرابطه هيكون اجباري على كل الانديه، وده طبعا المسابقه دي هتتلعب في نفس التوقيت اللي بيبقى فيه ارتباطات دوليه، واهمها طبعا بطوله امم افريقيا في بدايه السنه الجديده، بدايه 2022 في الكاميرون، هتلعب في نفس التوقيت ده بطوله الرابطه. والحقيقه كمان يمكن عامر حسين قال ان الاتحاد الافريقي ما حددش مواعيد
كتير منها من الفعاليات زي مثلا كاس سوبر افريقي اللي هيجمع بين الاهلي والرجاء او رجاء البيضاوي يعني المغربي، وبالتالي ده اللي يمكن معطل شويه وضع الجدول او تصور نهائي الجدول مسابقه الدوري لغايه نهايه الموسم. المفترض يعني او المتفق عليه انه الجدول هيتم وضعه بعد انتهاء مشاركه مصر، وان شاء الله تكون بعد تتويج مصر منتخب مصر ببطوله افريقيا، بعدها هيتم وضع الجدول بشكل كامل حتى نهايه الموسم في ظل عدد كبير جدا من الالتزامات اللي بتواجهها الكره المصريه. عندنا مواعيد البطولات الافريقيه اللي بتتغير الى حد كبير، عندنا طبعا مشاركات المنتخب المصري هيكمل في بطوله افريقيا ويوصل للنهايه، ولا من الممكن يكون يعني خروج مبكر لا قدر الله. عندنا كمان مشوار الانديه المصريه اللي بتشارك في بطولات افريقيا هتوصل لغايه فين. كل ده هيتبني على اساسه طبعا الجدول النهائي لبطوله الدوري. موسم صعب، موسم صعب بكل المقاييس. احنا نوفمبر تقريبا وقفنا نصه، يعني وقفنا نص الشهر او اكتر من نص الشهر، هنرجع نكمل البطوله لغايه يوم 30 وبعد كده نقف تاني عشان المنتخب يشارك في بطوله العرب، يرجع بعد بطوله العرب ان شاء الله لو كان مشواره طويل هنشارك فتره بسيطه في بطولات محليه، ويبتدي معاه كمان دخول الانديه المصريه في بطولات افريقيا، وبعدين نقف تاني عشان نروح بعد كده لبطوله امم افريقيا. فموسم هيكون في منتهى الصعوبه الحقيقه. طيب خليني اقول لحضراتكم انه كمان رابطه الانديه بتحدد طبعا حسب تصريحات احمد دياب رئيس الرابطه بشكل رسمي الميعاد الخاص بانطلاق بطوله كاس الرابطه، ومفترض ان شاء الله انها تبتدي مع بدايه العام الجديد. كل سنه وحضراتكم طيبين، تكون سنه سعيده كده، سنه خير وسعاده على مصر والمصريين كلهم. وقال احمد دياب ان بطوله كاس الرابطه هتكون بدايتها ان شاء الله او انطلاقها هتكون يوم 8 يناير المقبل، والقرعه هتكون في منتصف شهر ديسمبر. واضاف كمان واكد على فكره انه البطوله اجباريه او الزاميه على مستوى كل الانديه. ناخد حضراتكم بقى في جوله سريعه. طبعا يعني طبعا في دول كبرى عاشت صدمات في الفتره الاخيره بسبب موضوع كاس العالم ده، اهمها طبعا ايطاليا واهمها طبعا البرتغال اللي للاسف الشديد فشلوا في التاهل مباشره لكاس العالم. البدايه هتكون مع سبورت الكتالونيه اللي كتبت على صفحتها الرئيسيه اوبسيون زياش في القاء ضوء على اهتمام الكتيبه الكتالونيه او كتيبه برشلونه طبعا باستخدام وانتداب خدمات المغربي الدولي ولاعب تشيلسي حاليا حكيم زياش، واحد من الاسماء المرشحه بقوه. وكتبت كمان ان مش بس زياش هو اللي على قائمه اهتمامات برشلونه، لكن كمان كريم عظيمي لاعب ريد بول سالزبورج، اعتقد كمان واحد من اللعيبه الواعده جدا في اوروبا، ومش بس كمان تشابي هرنانديز مهتم بيه ومهتم باستقدامه لبرشلونه، لكن كمان الحقيقه يمكن بايرن ميونخ حاطط عينه على نفس اللاعب وبيحاول ان هو يضمه. كمان الصحيفه اهتمت باصابه النجم الويلزي جارث بيل، وكتبت الحقيقه جارث بيل يصاب مجددا بعد لعبه برفقه ويلز. واحد من العناوين كمان اهتمامها بتاهل الاسبانيه موجوروزا بلانكو لنهائي الماسترز للسيدات في التنس، دي صحيفه سبورت الاسبانيه. من سبورت هنروح للموندو اللي ركزت على تاهل الاسبانيه برضو موجوروزا لنهائي بطوله رابطه لاعبات التنس، وكتبت كمان عن الفرصه الكبرى الحقيقه لموجوروزا. كمان تحدثت الصحيفه عن امكانيه تعاقد برشلونه مع الالماني كريم اوديمي، وكتبت اوديمي تحت السيطره. الصحيفه كمان اهتمت الحقيقه بالاتهامات اللي اتوجهت لبنجامين مندي لاعب المنتخب الفرنسي واللي بيلعب لمانشستر سيتي، وقالت انه بنجامين مندي بيجمع 6 تهم بالاغتصاب، وركزت سلطة الضوء كمان على وقعة اعتداء على لاعبه باريس سان جيرمان خيره حمراوي، وكتبت قضيه حمراوي الضحيه تشتبه في زوجه ابيدان. لسه مع حضراتكم في اسبانيا، وهنروح لاس الاسبانيه اللي كلمت على محاولات، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين الترايدنتي او الثلاثي المرعب اللي بيامل ريال مدريد انه يخوض بيه مسابقات، وطبعا كيليان امبابي وايرلينج هالاند صفقتين هيكونوا من عيار تقيل جدا، وان هم يحصلوا في نفس الوقت مع بعض اعتقد فيها شبه استحاله، لكن ده اللي اتكلمت عنه اس، وقالت انه الثنائي هالاند وامبابي مع فينيسيوس جونيور هيكونوا ثلاثي مرعب. وقالت كمان او اهتمت الصحيفه بمتابعه نجم ريال مدريد السابق مع منتخب ويلز واصابه جارث بيل مع منتخب ويلز، وكتبت انه بيصاب من جديد. اس كمان ركزت الضوء على
هولندا ونجاحها في التأهل لنهائيات كأس عالم 2022، وبشكل عام نتائج التصفيات الأوروبية، وكتبت هولندا إلى نهائيات كأس العالم، 10 منتخبات أوروبية تأهلت بالفعل. نروح لبريطانيا، وهنكون لينا وقفة مع صحيفة ميرور البريطانية اللي ركزت على تعادل منتخب ويلز مع بلجيكا في واحدة من المفاجآت، وتأهله لملحق تصفيات التأهل لنهائيات كأس العالم، والملحق ده هيكون واحد من موضوعاتنا النهاردة. عندنا منتخبات معيار تقيل، منها إيطاليا، منها البرتغال في مفاجآت طبعا معيار تقيل، وكتبت كمان إنه كيفر هدف أكثر من كافي للعب لقاء الملحق في الميدان. كمان اهتمت بمستقبل المدرب جارث ساوثجيت، مدرب أو مدير الفني لمنتخب إنجلترا، وكتبت ساوثجيت على وشك التوقيع على عقد جديد. ليكيب الفرنسية اختارت عنوان ليها لمانيفيك على الزرق طبعا، أو نجوم المنتخب الفرنسي اللي نجحوا بشكل كبير جدا طبعا، فازوا في المباراة الأخيرة على فنلندا بنتيجة 2-0 في تصفيات أوروبا، وتأهلوا بالفعل لكأس العالم، تألق كبير جدا للنجم كريم بنزيما وكيليان امبابي، وكتبت الرائعون أو لمانيفيك زي ما هو ظاهر قدام حضراتكم. كمان اهتمت الصحيفة بتأهل هولندا لنهائيات كأس العالم 2022 بعد ما فازت على النرويج بنتيجة 2-0، وكتبت الإكيب هولندا تتنفس أصعبا. خلينا نختتم كمان جولتنا في الصحافة مع الصحافة الإيطالية، وتحديدا مع كورييري ديلو سبورت اللي ركزت على مانشيني طبعا، مانسيو كونترو توتي أو مانشيني ضد الجميع طبعا. بعد فشل إيطاليا المفاجئ بعد فوزها من اليورو، ارتفعت سقف أحلام وطموحات الإيطاليين بشكل كبير جدا مع منتخبهم وتحت قيادة مانشيني، إلى أن جاءت الصدمة بالفشل في التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2022، وكتبت مانشيني ضد الكل. صحيفة كمان اهتمت بلقاء لاتسيو واليوفي المقبل في الدوري الإيطالي، وقالت عنه إيموبيلي يحاول إيقاف بيرن. دي كانت جولة في الأخبار العالمية، هنتكلم أكتر على تفصيل تصفيات كأس العالم في مختلف أنحاء العالم في السادسة بعد الفاصل. طب تقدر تقول على اللي جاي انه دخلنا في الجد، وجد الجد كمان، لانه طبيعي جدا، ودي كانت النتيجه المنطقيه مش بس في مجموعه مصر، دي في معظم المجموعات الافريقيه، انه اللي حصل في تصفيات كاس العالم بس مجرد تسخين، والتصفيات الحقيقيه او صدام العمالقه لو جاز التعبير هو المرحله الاخيره والمنتظره اللي هتتلعب في شهر مارس، واتفقنا ايا كان المنتخب هيواجه مين المباراتين هيكونوا في منتهى الاهميه وهيكونوا في منتهى الصعوبه بصرف النظر عن اسم المنافس. مفيش مفاجآت كتير جدا سواء على مستوى افريقيا او على مستوى اوروبا، يمكن لو اعتبرت ان خروج جنوب افريقيا وخروج بين قوسين كده جنوب افريقيا بفعل فاعل، واعتبرت كمان ان خروج كوت ديفوار هي المفاجاه الوحيده اللي يمكن تكون حصلت على مستوى قاره افريقيا، لكن في قاره اوروبا في القاره العجوز ايطاليا طبعا اكبر مفاجآت، ومعاها كمان البرتغال. هنتكلم على مشوار العالم في تصفيات كاس العالم مع ضيوفنا في السادسه، الحقيقه اللي افتقدناه لفتره طويله جدا، الناقد الرياضي الدكتور وليد الحديدي الصديق العزيز. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا زحمه، نور الدنيا. والله انت وحشني جدا، وشاشه الاهلي كانت وحشاني كمان. وحشتنا جدا. والحقيقه المتميز والواعد زي ما بيقولوا كده فاروق عصام محلل الكره العالميه ضيف علينا كمان النهارده في السادسه. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا احمد، سعيد ان انا معاك النهارده. انا اسعد. نبتدي الاول نقول هارد لك الاول، قبل ما ادخل في كل الكلام ده والمقدمات دي، اقول هارد لك دكتور وليد. يعني ايطاليا الحقيقه اللي رفعت الاحلام والطموحات وقال لك ايطاليا داخله هتاخد كاس العالم ومش عارفش تتاهل. احنا بنعشق السسبنس والحاجات السهله دي ما بنحبهاش. احنا دخلنا اليورو كايطاليا طبعا وما حدش مرشحنا ناخد البطوله. أيوه. عملنا ايه؟ خدنا البطوله. أيوه. وعملنا مفاجاه والناس لسه بتتكلم عنها لحد دلوقتي، فلما ندخل التصفيات ويقولوا بطل اليورو صعد كده عادي لكاس العالم وخد اول عادي يعني. اكيد لا. لا، وممكن يبقى تكتيك من مانشيني عشان ينايم الناس ويحسس انه ايطاليا لما توصل كاس العالم مش جايه تنافس ويروح برضه يعني. انت عارف اكتر مني. طيب هبتدي معاكم بالاهم طبعا واللي يهمنا، والتصفيات لسه عندنا في افريقيا لسه ما انتهتش، او لسه ما لم يتم الاعلان عن المنتخبات المتاهله اللي هتمثل افريقيا في البطوله بتاعت كاس العالم. من وجهه نظركم بدايه، واسمح لي هبتدي مع فاروق، هل العشر مجموعات شايف ان هم افرزوا النتيجه الطبيعيه، ولا من وجهه نظرك كان في مفاجات؟ لا اعتقد ما كانش في مفاجات، يعني يمكن بس اداء منتخبين هم اللي كانوا ممكن يستحقوا ان هم يبقوا موجودين، لكن برضو كان معاهم منتخبات قويه في المجموعه. لو بنتكلم
هنتكلم على بوركينا فاسو قدمت تصفيات هائله جدا، نفسه الجزائر لحد الجوله الاخيره. المنتخب الثاني منتخب جنوب افريقيا. بوركينا فاسو اللي كويسه ولا الجزائر اللي متراجعه؟ هو الاثنين كويسين بصراحه، لان هم الاثنين كانوا فارقين في المجموعه. الجزائر ما نقدرش نقول متراجعه قوي، هي متراجعه مقارنه باداء بطوله الامم، لكن دايما البطولات المجمعه بيبقى الاداء فيها مختلف عن المباريات اللي خصوصا لو المنتخب بيعتمد على لعيبه اوروبيه بيجوا، فالبطولات المجمعه بيبقى معاهم فتره اطول مستواهم بيبقى احسن. المنتخب الثاني اللي كان يستحق التواجد ضمن العشرة لكن طبعا لازم يبقى موجود عشان منتخب جنوب افريقيا، قدم تصفيات كويسه جدا، كان متسيد المجموعه لحد الجوله الاخيره. شفنا منتخب غانا بيقدر ان هو يتاهل متساوي في النقط مع جنوب افريقيا، لكن اتاهل بماتش واحد كان فيه طبعا اثار جدل كبير جدا، ضربه الجزاء اللي خدتها غانا، وحتى الاتحاد الجنوب افريقي قدم شكوى رسميه للكاف وللاتحاد الدولي بسبب الطاقم التحكيمي اللي كان موجود بقياده حكم سنغالي. دكتور وليد، بالنسبه لك النتيجه منطقيه او المنتخبات المتاهله هي المنتخبات اللي تستحق الحصول على فرصه المنافسه على الخمس تذاكر الافريقيه؟ هو منطقي طبعا، لاننا المفاجات الوحيده اللي حصلت، او مش هنقدر نقول مفاجات، لكن المنتخبات الكبيره اللي خرجت كانت في مجموعه بتضم منتخب اخر كبير. يعني كل المجموعات اللي فيها منتخب مرشح فوق العاده، مرشح وحيد، هو المنتخب اللي صعد، بدليل مثلا ان احنا كنا قعدنا لاخر لحظه بنترقب مين ممكن من التصنيف الاول يخرج علشان احنا ندخل عليه تصنيف اول. كل منتخبات التصنيف الاول حجزت اماكنها. المجموعه اللي كان فيها منتخب مالي ما كانتش مجموعه قويه، كان فيها اوغندا وكينيا ورواندا، فمنطقي مالي بالتيم اللي موجود حاليا كان هو المرشح، وبالتالي صعوده كان منطقي. المجموعه اللي كان فيها بنين وكونغو الديمقراطيه، كان الصراع ما بين بنين وكونغو مستوى متقارب، الكونغو حجزت مكانها، لكن احنا خسرنا منتخبين كبار اللي هم منتخب جنوب افريقيا اللي لسه، وطبعا انت وفاروق كنتوا بتتكلموا ان الخروج كان غريب جدا. مش الخروج غريب، غانا طبعا منتخب كبير وكل شيء، لكن انه يصعد لدور تاهيلي في كاس العالم بضرب الجزاء، يعني اللي هي ما فيهاش ذره شك، اللي هي مستحيل الحكم يشك انها ضربه جزاء عشان نقدر نقول ده قرار مثلا راجع لتقدير مش تقديري تماما طبعا. احنا كلنا شفنا اللقطه. طيب انا يهمني اسمع منكم يعني حته التصنيف اللي بيحطه الفيفا واللي مرتبط بنتائج الماتشات بتاعه المنتخبات ومشوارها، شويه بتاثر في العقليه او في الذهنيه بتاعه الجمهور ان المنتخب ده متفوق او المنتخب ده مستواه اعلى. عندنا خمسه تصنيف اول، هيقابلوا خمسه تصنيف تاني، جزائر، مغرب، تونس، جزائر، مغرب، تونس، سنغال، نيجيريا، تصنيف اول. عندنا غانا، مصر، كاميرون، كونغو الديمقراطيه، مالي، تصنيف تاني. بالظبط. من خلال متابعتكم لمستويات المنتخبات على الارض الملعب في مرحله المجموعات في التصفيات، هل شايفين انه المنتخبات دي فنيا مستواها يأهل انها بجد تكون خمسه كبار، ولا قصه التصنيف حاجه والملعب والكره اللي بتلعبها المنتخبات دي حاجه ثانيه خالص؟ دكتور وليد، مؤكد ان التصنيف مبني على اسس وقواعد مش دايما بتعبر عن الوضع الحالي للتيم، بمعنى انت بتتكلم عن نتيجه تراكميه من سنين فاتت، بتتكلم عن خمس سنين مثلا، وده بيعتمد على بعض المباريات حتى الوديه منها اللي انت بتلعبها. احنا كمصر لو كنا في التوقف الدولي الشهير يعني اللي كان مع كابتن حسام البدري، لو كان اصر وقتها يلعب مباريات وديه وكنا كسبنا ماتشين زي ما الجزائر كانت عملت مثلا وقتها، كنا خدنا مجموعه نقاط تخطينا بها نيجيريا. فالفكره مش معبره. اذا انت بتتكلم عن مستوى حالي او وضع حالي ممكن تصنف فيه منتخبات افريقيا، انا ممكن مثلا احط لك كتصنيف اول وكتصنيف اقوى اربع منتخبات، ما فيش منتخب فيهم يقل عن الثاني بشيء. سنغال وجزائر ومصر والمغرب، دول حطهم تصنيف اول مصر فنيه. مصر انت اخترتها وسط الاربعه طبعا وثلاثه كمان. انا بالنسبه لي مصر تتخطى المغرب وتتساوى مع السنغال والجزائر. طيب واحنا بنتكلم كده هنستعرض جدول ترتيب التصفيات، واعتقد انا يمكن تابعت الجداول. نبتدي بالمجموعه الاولى. طيب المجموعه الاولى الترتيب فيها كان الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر، وديبوتي. والمجموعه دي ما اتحسمش فيها تاهل المنتخب الجزائري الا في المباراه الاخيره او المواجهه الاخيره طبعا مع بوركينا فاسو. يعني منطقي زي ما قلنا كان تاهل الجزائر، لكن اللي ما كانش منطقي هو الصعوبه اللي واجهتها الجزائر في التاهل، استنت لحد اخر مباراه على ملعبها علشان تتعادل، حتى ما قدرتش تكسب منتخب بوركينا فاسو. ولو كان منتخب بوركينا فاسو كسب المباراه اللي قبلها منتخب النيجر، وطبعا هي قواعد بفارق الاهداف، لكن لو القواعد العاديه الطبيعيه في تصفيات افريقيا بفارق المواجهتين او المواجهات المباشره، كان ممكن بوركينا فاسو تصعد لو كانت فازت على النيجر. انا بس عايز اقول ان الدنيا كانت قريبه. تمام، نروح للمجموعه الثانيه. فاروق،
منتخب تونس تسيده طبعا من البدايه، ومنتخب تونس يمكن منتخب لو اتكلمنا عليه فهو المنتخب الوحيد اللي دخل فيه هدف واحد في الست ماتشات. منتخب بيمتلك خط دفاع مميز، طبعا شفنا الهدف اللي سجله نجمين علي معلول في المباراه. يستحق الصداره طبعا منتخب التونسي، واعتقد ان هو منتخبات برضو المرشحه للتاهل حتى في المجموعه. نروح للمجموعه الثالثه. المجموعه الثالثه طبعا نيجيريا برضو في اللحظات الاخيره او في المباراه الاخيره على الكيب فيردي او الراس الاخضر قدرت تتعادل على ارضها وتحجز بطاقه التاهل. واعتقد انه يعني برضه يعني كانت المتوقع بس انه نيجيريا مع الراس الاخضر، لانه ما حدش كان متوقع انه احنا كل سنه في افريقيا في بعبع غريب. يعني الراس الاخضر دي هي طبعا بقى لها فتره كام سنه بتادي بشكل مميز، لكن انها توصل لمجموعه لحد اخر مباراه وتنافس نيجيريا على الصعود وتتعادل على ارض نيجيريا من غير خساره، فده طبعا كان بالنسبه لنا غريب جدا. نروح للرابعه. الكاميرون في اخر يمكن تكون اخر مباراه مجموعه بتهيألي. يعني كاميرون ساحل العاج الاثنين يعتبروا من الكبار لكن صح؟ في فرق مستوى كبير ما بين موزمبيق وملاوي بالنسبه لهم، فكانت المنافسه من البدايه ما بين الكاميرون وساحل العاج. قدرت الكاميرون في اخر ماتش تكسب 1-0 وتتاهل على حساب منتخب كوت ديفوار. تمام. خمسه المنتخب بقى اللي انا بعتبره مش مفاجاه التصفيات لكنه هو البعبع الحقيقي لكل منتخبات التصنيف الاول مع مصر طبعا. هو منتخب مالي اللي تصدر مجموعته على اوغندا وكينيا اكثر من غانا والكاميرون. انا بالنسبه لي مالي مرعبه للتصنيف الاول مع مصر اكثر من غانا واكثر من الكاميرون. مالي منتخب متطور جدا، عنده مجموعه مميزه جدا، فاهمين بعض، السيمترية بيلعبوا في الملعب عندهم. لو كلهم ديانج تبقى في مشكله كبيره يعني، وفيهم اليو ديانج يعني لو كلهم ديانج كده يبقى المنتخب لا يقابلهم هيلبس في الحيطه يعني. ده حقيقي. طيب نروح للمجموعه السادسه، مجموعتنا طبعا مجموعه منتخب مصر. مجموعتنا منتخب مصر قدر يحسم التاهل قبل الجوله الاخيره، وطبعا المنتخب الوطني هو اللي كان يستحق التاهل. فرق المباريات كلها كان فرق المستوى واضح لصالح منتخبنا. ايوه يعني طبعا من البدايه واضح انه حتى رغم ان احنا حطينا نفسنا في موقف صعب، بس يعني اللي انا شايفه والارقام اللي انا شايفها دي طبيعيه جدا ومنطقيه جدا بكل هدوء وبدون ما نشد اعصابنا. يعني مظبوط ولا مظبوط؟ اعتقد كان عنق الزجاجه بالنسبه لنا كان ماتشين منتخب ليبيا. الفوز في الماتشين هم اللي ادوا المنتخب ثقه تاني مع كارلوس كيروش، وهم اللي حسموا المجموعه في رايي. طيب السبعه. المجموعه السابعه طبعا كانت مجموعه برضو قويه جدا الحقيقه. جنوب افريقيا حافظت لحد اخر دقيقه على حظوظها، لكن زي ما قلنا كان ضربه جزاء مثيره للجدل قدرت بيها غانا تتفوق على جنوب افريقيا. يعني اعتقد صعب طبعا في كلام دلوقتي ان جنوب افريقيا مقدمه شكوى، لكن صعب جدا في القرارات التحكيميه ان المباراه تتعاد. ظلم كبير تعرضت ليه جنوب افريقيا الحقيقه، لكن يبقى طبعا منتخب غانا منتخب كبير وجدير بالتاهل. غانا هي غانا؟ لا طبعا مش غانا من فتره طويله، مش هي غانا. غانا من 2010 و2014 دي يمكن كان اخر نهايه الجيل السوبر اللي كان يعني متلألئ في الفتره دي في منتخب غانا. بدا التراجع طبعا عندهم بعض اسماء مميزه، لكن كتيم كمنتخب قوي لا، غانا طبعا مش غانا بتاعه 10 سنين فاتت مثلا. تمام. نروح للمجموعه اللي بعدها، مجموعه السنغال. طبعا منتخب السنغال منتخب من اقوى منتخبات القاره، ولو كنا بنتمنى كمصر تقابل منتخب تبعد عن منتخبات شمال افريقيا، اعتقد الامنيه الاكبر بالنسبه لي انا بشكل شخصي ان احنا نبعد عن منتخب السنغال. المنتخب قوي جدا في كل الخطوط، عنده لعيبه بتلعب في افضل انديه اوروبا، فمنتخب قوي من بدايه المجموعه الاخيره كان هو المتسيد يعني. طيب نروح للي بعدها. عارف لما بفتكر السنغال دايما يعني دايما الحقيقه عندهم طبعا في منتخبات كده تمرض ولا تموت، والسنغال واحد منها. جيل 2002 يعني كان طبعا لازم يجي في البال. لما بفتكر انه احنا ما اعرفش ليه دايما بتبقى حاضر في مواجهه الافارقه بالذات سيبك من شمال افريقيا شويه، بفتكر دايما بوركينا فاسو 98 رحنا كده منتخب ما حدش يعني واخد باله منه، وكانت يعني بنقابل عتاوله افريقيا. ومع ذلك الروح اللي كانت موجوده واللي حطها كابتن جوهري في الجيل ده كان لسه جيل طالع، عبد الستار وعماره وحازم ويمكن حسام كان خبره شويه معاهم، احمد حسن، عمل حاله وصلنا ان احنا خدنا البطوله. طبعا ده اللي انا مفتقده في منتخب مصر في الوقت الحالي الحقيقه. يعني خليني اكمل معاكم المجموعات وهقف شويه مع منتخب مصر وكارلوس كيروش. نروح للمجموعه الاخيره، المجموعه العاشره.
احنا طبعا كان في مجموعه التاسعه مجموعه المغرب اللي خدت فيها الفول مارك طبعا المنتخب الوحيد اللي فاز في كل ماتشات يعني طبعا عاملين تصفيات عظيمه جدا. والمجموعه العاشره بقى اللي فيها جمهوريه الكونغو بقى بذكريات هيكتور كوبر قدر يقودهم برضو من النفق الضيق وامسكهم هم ثالث مجموعه بعد جولتين على ما اتذكر، وقدر يقودهم طبعا بالكره المنطقيه الدفاعيه بتاعته المعتاده الكره الواقعيه اللي انا بايدها وفاروق ضدها، لكن انا شايف هيكتور كوبر من المدربين اللي بيعرفوا من اين تؤكل الكتف، بيلعب على قد الامكانيات اللي معاه او على قد الاوراق اللي معاه. وفي الاخر الراجل انا مش ضدها يا وليد، بس انا بمناسبه هيكتور كوبر، انت رايح كاس العالم، ما اعتقدش انت رايح كمنتخب مصر تاخد كاس العالم، انت رايح تقدم عروض جيده، فما ينفعش تروح كاس العالم تتبع نفس الاسلوب الدفاعي. دي كانت المشكله معايا في هيكتور كوبر، ان انت رايح تقدم عروض كويسه. شفنا في كاس القارات مع الكابتن حسن شحاته كانت افضل مباريات لعبها المنتخب المصري من سنين طويله ولحد دلوقتي ليها ذكرى. فالمشكله ان كانت بطوله كاس العالم كان مطلوب من هيكتور كوبر شويه ان هو خلاص بقى يغامر يعني. لا هو انت لو ما غامرتش يعني في المجموعه اللي كانت معاك دي، كان معاك روسيا والسعوديه وأوروغواي اعتقد صح؟ يعني لو ما غامرتش مع دول هتغامر مع مين؟ مع بلجيكا والمانيا واسبانيا وايطاليا؟ يعني ارجو تتقبلوا. اتفضل. انا شفت مباراه مصر واوروغواي ويا ريت يعني تاخدوا كلامي وترجعوا للهايلايت. ماشي. مباراه مصر واوروغواي احنا عاملين مباراه محترمه جدا، اول مباراه. ماشي. ما كناش سيئين خالص. ماشي. وجينا وكان لينا فرص وهم ما كانش برضو ليهم الفرص الواو، وده كان منتخب اوروغواي وساعتها بقيادة الشناوي من ساعه ماتش اوروغواي ده افضل لاعب في كان افضل حاجه. ماشي ماشي اوكي، بس احنا ما كناش سيئين للدرجه وخطفونا في اخر دقيقه. ماتش روسيا احنا كنا ليد على روسيا وافضل منهم لحد ما جه الهدف الاول وجبنا جون في نفسنا في 10 دقايق ولا في ربع ساعه كلنا 3 جوان لان احنا ما عندناش اتزان في الملعب. لكن لحد انا كنت بتفرج في روسيا مع جماهير روسيا كلهم قبل المباراه كانوا بيقولوا يا رب نخرج متعادلين. بس في الوقت ده كان دايما الناس بتتكلم على وصلاح ما لعبش اول ماتشين طبعا بسبب اصابته. لعب روسيا هو اللي احرز الهدف. لكن يمكن الفتره دي بالذات كمان كانت الناس بتلوم قوي على هيكتور كوبر انه المنتخب كله قايم على محمد صلاح وخطه كوبر نفسها مبنيه على محمد صلاح، وده ما ينفعش مع منتخب مصر. ما هو الوقت ده الجيل اللي كان مع هيكتور كوبر غير الجيل اللي موجود دلوقتي. يعني كل المجموع حتى المستويات، فرق المستويات ما كانش زي دلوقتي. يعني في الوقت ده مثلا ما كانش كان تشكيل مصر ما كانش عندك اجنحه بالقيمه دي، ما كانش مثلا في رمضان صبحي وهو متالق كده، ما كانش في عمر مرموش اللي بنشوفه مع المنتخب دلوقتي في نص الملعب، ما كانش في السوليه بهذا التالق، ما كانش في حمدي فتحي بهذا التالق، حتى طارق حامد ما كانش يعني كان مستواه جيد بس ما كانش برضه بالخبرات اللي عليها دلوقتي. خط الدفاع كان حجازي في الوقت ده مش هو حجازي بخبراته دلوقتي. يعني انا شايف تشكيله المنتخب في الوقت ده اولا هيكتور كوبر استلم المنتخب ده كان طبعا كان قبليه كابتن شوقي غريب، كنا وصلنا لمرحله من التراجع في الكوره في مصر على مستوى المنتخب عمرنا ما وصلنا لها. احنا كنا افتكر لما لعبنا تصفيات قبلها خسرنا الست مباريات، تونس والسنغال ومش فاكر مين المنتخب اللي كان معانا، كنا خسرنا من السنغال رايح جاي وعلى ما اتذكر خسرنا من تونس رايح جاي، وكنا بنقدم مستوى انا عمري ما شفت عليه منتخب مصر. فالراجل ده استلم فرقه متهالكه تماما، فما كانش قدامه غير انه يلعب بالطريقه دي اللي هي الاسلم للمجموعه اللي كانت موجوده وقتها. وطبعا هي وجهات نظر بس انا شايف نجحت في بطوله افريقيا في 2017 المنتخب برضو كان داخل زي ما انت قلت المنتخب عندنا. طب ده ياخدني معلش عشان بس ما اتكلمش على هيكتور كوبر، انا عايز اتكلم على كارلوس كيروش. طبعا هل احنا شايفين انه الفتره هي فتره قليله، عدد الماتشات قليل، الوقت قليل، لكن هل شايفين انه المنتخب المصري ابتدى يبان له الشخصيه، ابتدى يبان له الهويه مع كارلوس كيروش؟ اكيد ابتدى يبان له الهويه وابتدى يبان اللعيبه اللي مقتنع بيها كارلوس كيروش، واعتقد ان هيبقى في قوام ثابت للمنتخب. راجل مثير للجدل جدا في حته الاختيارات في الاختيارات والقناعات بتاعته، ويمكن اكدها الماتش الجابون شويه لما كان محمد شريف كان اختيار ما بينه وما بين مروان حمدي وفضل انه مروان يكمل في المباراه وخرج محمد شريف. هو واضح ان هو لما بيقتنع بلعيب خلاص هو اللعيب اللي هيبقى موجود معاه. انا ما عنديش مانع انه يقتنع ويبقى مسؤول وحر في اختياره يعني ويبقى مسؤول عن قراره، بس في بعض الاوقات الفاتوره احنا اللي بندفعها كجمهور. يعني في معلومه مثلا جات لي في ماتش انجولا من جوه اوضه اللبس انه الراجل كان مصمم، مش هقول اسماء طبعا كل نجومنا انا بحترمهم جدا، بس كان مصمم على يعني راس حربه بعيد كل البعد عن يعني مفيش حد في مصر ممكن تقول له مين يلعب الماتش ده راس حربه يقول لك الاسم ده، فاهم قصدي ايه؟ وهو كان قناعته كلها ان هو ده ففي حاجات لازم يبقى فيها شويه هتخد ولا نسيبه خالص ونسلم نمر لغايه لما نشوف هنوصل كاس العالم ولا لا. هو الفكره ان انت جايب لما تعاقدت مع كارلوس كيروش كان مدرب معروف ان شخصيته قويه،
فهو فرضها من الاول استبعاد قفشه ومحمد شريف من البدايه كده، هو كان عايز يفرض شخصيته وفرضها، وبعد كده في المعسكر الثاني بدا يستبعد زيزو وطارق حامد، فبيستبعد اسماء كانت موجوده لفترات طويله جدا مع المنتخب المصري. فواضح ان هو مدرب شخصيته قويه، ما بيحبش حد يتدخل في قراراته، وده كان واضح كمان في مناقشاته كده في الكواليس اللي عرفناه، انه ما بيحبش حد يناقشه في القرارات اللي بياخدها. في ماتش الجابون كان قدامه فرصه يجرب، اعتقد البطوله العربيه القادمه هي اللي هتبين هل كيروش هيدي فرص فعلا للاسماء اللي هو مش مقتنع بيها عشان تثبت نفسها، ولا هيبقى مدرب دايما بيحرج اللعيب اللي هو مش مقتنع يحطه في مباراه صعبه في وقت صعب عشان في مركز غير مركزه، في مركز غير مركزه جناح شمال مثلا. شفنا قفشه بيلعب الشوط الثاني كله في خطه 4-4-2 جناح شمال هو مش مركزه يعني. طيب نشوف دكتور وليد ارقام منتخب مصر مع كارلوس كيروش كده، يمكن ارقام برضو تدينا مؤشرات. طبعا هو احنا لعبنا معاه 4 مباريات رسميه، احرزنا قدام ليبيا في مباراه مصر هدف، كسبنا 1-0، كسبنا ليبيا في ليبيا 3-0، وقدام انجولا تعادلنا 2-2، وقدام الجابون فزنا طبعا 2-1 في المباراه الاخيره. يعني استقبلت شباكه في ال4 مباريات 3 اهداف، منهم هدفين قدام انجولا وهدف قدام الجابون. طبعا كان عندنا شباك نظيفه في مواجهتي ليبيا فقط، رايح جاي في مصر وبنغازي. الاستحواذ نقدر نقول ان عنده استحواذ متباين، قدام ليبيا في مصر كان 65%، بعدين بدا التراجع شويه قدام ليبيا في ليبيا، وقدام انجولا في انجولا 50 و53%، ثم امام الجابون في مصر، ودي طبعا كانت علامه الاستفهام ان احنا كان استحواذنا اقل من استحواذ منتخب الجابون على ارضنا في برج العرب. التمريرات الصحيحة نقدر نقول ان الى حد ما النسب يعني كبيرة مش قليلة، يمكن بس قدام الجابون النسبة كانت قليلة، 302 تمريرة صحيحة من اجمالي 401 تمريرة، وده يديك برضو انطباع ان احنا كنا سيئين قدام الجابون خصوصا في اول 60 دقيقة. يمكن من الدقيقة 60 لما عدل طريقة اللعب، على الرغم ان دي اسهل مباراة لينا يعني بالزبط. ماتش على ارضنا وضمرت المجموعه انت مطمن لها، ما عندكش اي ضغوط من اي نوع، فكان مفترض ان دي افضل مردود يقدمه كيروش مع منتخب مصر كان في ماتش الجابون. تمام. المحاولات الصحيحه 7 من 14 في ليبيا كانت 50% الاجمالي او نسبه المحاولات الصحيحه، كانت برضو 50% قدام ليبيا في بنغازي، زادت شويه قدام انجولا وان كانت المحاولات قليله، لكن التركيز كان اعلى شويه قدام انجولا، في انجولا احرزنا هدفين من 3 محاولات. ثم بقى برضو كانت الكارثه قدام الجابون في مصر، 3 محاولات صحيحه من اجمالي 13 محاوله على المرمى. الاهداف المتوقعه كانت على الرغم من ان محاولاتنا كانت اقل قدام الجابون لكنها كانت محاولات خطيره 2 و33 من 100، وطبعا قدام ليبيا في ليبيا كان الاداء كان افضل اداء ليه معانا، كان لينا اهداف متوقعه 2.7 من 10. العرضيات كان واضح قدام ليبيا في مصر ان احنا بنعتمد عليها بشكل كبير، لكن قلت في باقي ال3 مباريات. طيب. تقدر تقول ان هي ارقام يعني بالنظره العامه ارقام متوسطه، لكن افضل ارقام كانت في المباراه اللي احنا كنا محتاجين نكسب فيه، اللي كان فيها التركيز الاعلى منه، اللي حاول يوظف كل لاعب في مكانه صحيح بشكل صحيح، وبالتالي قدمنا افضل اداء قدام ليبيا في مصر، والافضل بقى على الاطلاق كان قدام ليبيا في بنغازي. طيب احنا سالنا سؤال، ايه اللي محتاجه المنتخب الوطني الفتره اللي جايه قبل طبعا ما نوصل لمرحله المباراتين الفصلتين عشان تذكره الوصول لكاس العالم؟ انا هستعرض الاجابات وانتوا برضو تسمعوني رايكم في نفس النقطه دي، ايه اللي محتاجه المنتخب قبل ما نوصل للمباريات الفاصله؟ الفريق محتاج روح الفانيلا الحمراء وكله يلعب في مركزه وبذل الجهد حتى اخر مباراه، انا بتهيألي ان روح منتخب مصر تجب روح اي فانيلا ثانيه، يعني ده هي طبعا رمز نقاش. هو بالنسبه له رمز بالنسبه لنا، وبالنسبه لنا يعني اللاعب بيلعب في في في, في ناديه لانه في مصلحه، في علاقه احترافيه، لكن اللاعب لما بيلعب لمنتخب مصر ده قصه وشرف كبير جدا جدا، ومفترض يعني انه حلم لاي لاعب في يوم من الايام انه يلعب بتيشيرت منتخب مصر، فهنا الموضوع يعني حته الروح دي مش محل نقاش. طيب نروح ابو كارما، مساء الورد، منتخب فيه لعيبه تقيله بالمعنى الكروي بس محتاجين الروح والعزيمه بتاعه حسام حسن، ساعتها مش هيفرق معانا نقابل مين لان منتخبنا احسن منتخب في افريقيا. ماشي ابو كارما انا معاك، يعني همشي معاك، انا بس عايز اشوف ده بقى يترجم في الملعب. وجهه نظري انا ده محمد ابو يعقوب ان احنا ما نفكرش كتير مين هو اللي هينافسنا، لان احنا اقوى منتخب في افريقيا وصاحب الرقم القياسي في البطولات الافريقيه، ونحتاج لهدوء واستقرار في الجهاز الفني لكي نصعد الى الحلم الى كاس العالم. برضو متفقين مش مختلفين كتير. سامح شرف محتاج مباراه وديه للتجانس، انا الحقيقه كمان محتاج اشوف المنتخب يعني بمناسبه راي سامح في مباراه وديه قويه، انا ما شفتش احتكاك مفتقدينها من زمان، ما شفتش احتكاك يعني مش فاكر اخر مره المنتخب
كان دايما بتيجي منتخبات ليبيريا ومنتخبات بالظبط كده قبل كاس العالم بس ده اللي لعبنا فيه مباريات كلها يعني نقدر نقول متوسطه. محمود فاروق موسيماني درب مصر الماتشين دول صعب يا فاروق، يعني انت بتتكلم في شيء مستحيل. عوده الروح اللي كانت موجوده ايام حسن شحاته محتاج روح جيل تريكا، متفقين برضو مع اسلام وناس كتير مركزه على نقطه الروح دي. طيب يمكن تاكي احنا خدنا رايه وابو كرمه برضو خدنا رايهم، شايفين ايه اللي محتاجه المنتخب الفتره اللي جايه؟ هو طبعا انا ملاحظ ان الساده المشاهدين كل ارائهم او معظم ارائهم متمركزه حول الروح. في تعليقات تانية لسه معانا؟ في يحتاج مدرب لان كيروش جاي ياكل عيش. لا ما تهليش كيروش جاي ياكل عيش لانه كيروش اسم كبير جدا وزي ما هو كل عيش كتير هو بس هو كل عيش خلاص يعني هو كل عيش وكل كل حاجه وما اعتقدش الراجل جاي غامر باسمه، بس الاهم ان احنا نبقى على التراك مظبوط. يحتاج لتقارب اللعيبه من اكتر من اكتر، وده ياتي بعد الاعداد الجيد للمعسكر. يبطل الاعلام اللي فيه اللي مالوش لازمه ولا يقدم ولا يؤخر، ويا ريت خبراء القنوات ياخدوا اجازه ويعلموا الناس الطهي. على كل احوال نروح اللي بعد كده، عبد الحميد زايد يحتاج لعيبه تقرب من بعضها ويوصل لهم الفكر الجماعي، واذا كان معنويا او على ارض الواقع، وطبعا ما يخاطرش كتير في مراكز اللعيبه، واحنا منتخب قوي وعندنا لعيبه كبيره ومحترمه وان شاء الله نتاهل لكاس العالم. معظم الناس بتتكلم على قصه الروح، خلينا نتكلم على الطريقه الافضل للاستفاده باحتكاكين في منتهى الاهميه. عندنا كاس العرب وعندنا بطوله امم افريقيا، اعتقد هيبقى في مساحه اكتر لكيروش انه يشتغل مع العناصر بتاعه المنتخب ويوصل لمرحله المباريات الفاصله اكتر ارتياحا. خلينا نتكلم بالتفصيل بس بعد الفاصل. الموضوع نفسي وذهني وعصبي ولا الموضوع فني وخططي وتكتيكي؟ الاولويه ايه بالنسبه لكم وجهه نظركم مع منتخب في شغل كيروش مع منتخب مصر؟ مستحيل تفصل الاثنين، ما اصل الكوره مش بلاي ستيشن ولا لعبه شطرنج يعني قايمه على تحريك الات او تحريك اصنام، لا هي كيمياء على بعضها. الفريق كره القدم لازم يكون عنده كل المقومات، من اول المقومات الخططيه للمقومات النفسيه لحسن الاداره للراحه النفسيه للعيبه للتوافق ما بينهم لفتره الاعداد، كل دي تفاصيل. لكن خلينا نقول احنا مش مختلف على ده، بس انا شايف ايه الاولويه من نظرك في انت لسه جاي لك. ايه اللي احنا محتاجينه دلوقتي؟ محتاجين اولا كيروش يكون عنده قرار يرسم ويحط اولوياته. هل الطريقه اللي بيلعب بيها وعايز يطبقها اكتشف ان هي تصلح لهذه المجموعه من اللاعبين ال 4 3 3؟ هل بطريقتها اللي عايز يطبقها؟ طبعا 4 3 3 دي في العالم كله يعني افضل انديه العالم دلوقتي بتلعب، ليفربول مثلا بيلعب 4 3 3 بس قادر ينفذها لان عنده هندرسون وعنده فابينيو وعنده نابي كايتا وعنده ميلدر وقدام عنده صلاح وفيرمينيو وجوتا البديل بتاعه وساديو مان. فالرسمة التكتيكية دي هل هتقدر تنفذها؟ طيب انت هتقدر تنفذها، فلازم تختار الأوراق اللي تقدر تديك، لازم تحط كل لاعب في مكانه. أنا عندي انطباع أنه كان بيجرب في ماتش الجابون، هو مؤكد عارف ومتأكد بنسبة 100% أن محمد شريف رأس حربة وأن أحمد ياسر ريان رأس حربة مش جناح، لكن هو كان في باله حاجة عايز يجربها، حاجة عايز يطبقها. أنت كنت لسه بتتكلم عن البطولة العربية أو كأس العرب، احنا نعتبر رايحين فول تيم، احنا بس هنكون ناقصين الاربع محترفين بتوعنا او الخمس محترفين، نني صلاح مرموش وحتى حجازي ممكن يلعب، اعتقد يلعب الدوريات العربيه هتقف. فانت عندك فول تيم رايح بفول تيم، فاعتقد دي انسب فرصه القدر بعتها لك. كمان المنتخبات اللي هتواجهك، انا لسه قاري النهارده ان الجزائر هتروح برضو بما يشبه الفول تيم، كل النجوم المحليين والمحترفين في دورات عربيه، بتتكلم عن يوسف بلايلي مثلا هيكون موجود، بغداد بونجاح هيكون موجود، هم عندهم كمان يا وليد منتخب محليين بوجره المدرب بتاعهم عملوا معسكرات في اوروبا، فعندهم منتخب زي المنتخب المغربي برضو، عندهم من فتره منتخبات محليين مع مدربين مختلفين. طب واحنا ليه ما عندناش منتخب محليين؟ والله محتاجين فعلا منتخب محليين، لان احنا عندنا صف ثاني في الدوري يقدر يعمل منتخب قوي جدا. ايوه يعني انا شايف ان القماشه حتى وراجل اختياراته في وقت من الاوقات، احنا اتكلمنا على بعض الاسماء اللي تم استبعادها، وفي كمان واحده من علامات الاستفهام بعض الاسماء اللي بيتم ضمها، ومش يعني الناس بتقول ليه، يعني مش شايفه مبرر او منطق للاسماء دي. انا مش هقول اسماء طبعا، بس يعني بيبقى في اسماء عليها علامات استفهام كبيره جدا. اكيد الاختيارات الاخيره كان كمان في لعيبه موجوده في وقت ما بتقدمش حاجه مع انديتها، ورغم كده كان في استبعاد للعيبه ثانيه
كانت متالقه في الدوري، فمحتاجين منتخب تاني، واعتقد هو محتاج كمان البطوله العربيه دي هي اللي هتفرق معاه جدا المرحله. ان شاء الله اتمنى طبعا يكونوا، وما اعتقدش في انسب من كده فرصه يبقى عندك بطولتين بالحجم ده طبعا، انك انت تجرب وتقرب مهما حاول يعمل وديات، لكن فكره بطوله مجمعه عليها السبوت، الفيفا مهتم بيها، نقل تلفزيوني، جماهير هناك هتكون موجوده في المدرجات، فكل الضغط ده كنا محتاجينه في الوقت ده. طيب اخفاقه في سريعا بقى او لا، عشان عايز انقل اوروبا، اخفاقه في البطولتين دول يستدعوا انه يتم تغييره ولا من حقه يكمل فرصته لغايه لما يحقق الهدف الوصول على حسب العالم. ترجمتك لاخفاق ايه؟ لو رحنا امم افريقيا واحنا مهلهلين فنيا وتكتيكيا وعلى مستوى النتائج وعلى كل المستويات، مؤكد ده مؤشر سلبي ممكن جدا يخلينا نفكر في مستقبله معانا، لانه هيكون بقاله فتره طويله هيكون خد بطوله عربيه، بطوله عربيه مش مقياس، انا المقياس بالنسبه لي امم افريقيا، ممكن تلعب بشكل كويس وتخرج من سيمي فاينل او حتى دور ثمانيه، بس تكون مقنعني ان انت خرجت وانت اديت اللي عليك ساعتها طبعا. شافوه فاروق، انا اعتقد ان بطوله الامم هي الاهم، اهم حتى من ماتش مارس، ان انت تحكم على المدرب طبعا. ماتش مارس اهم لانه بيصعد بيأهل لكاس العالم، لكن بالنسبه لي بطوله الامم شويه اهم، لان هي بطوله مجمعه طويله مطالب ان انت تاخد فيها لقب، فهيبان اكتر المدرب، فالحكم عليه هيبقى في بطوله بعد بطوله افريقيا. طيب اروح معاكم من تصفيات افريقيا لتصفيات اوروبا، يمكن زي ما ابتديت كده ايطاليا طبعا دكتور وليد هي ممكن تكون اهم واكبر مفاجات، واعتقد كمان انه البرتغال يمكن تكون الدولة الثانية اللي برضو كان عدم تأهلها بشكل مباشر ودخولها ملحق واحدة برضو من المفاجآت. نقرأ سريعا كده المجموعات بتاعة أوروبا ونعرف الدول، طبعا كلهم قوى عظمى، يعني كل اللي تأهل كان نتيجة تأهلهم قوى منطقية جدا. طيب خلينا نبدا باستثناء صربيا. طبعا يعني صربيا على حساب البرتغال اكيد، لكن اللي قدمته صربيا برضو قدام البرتغال حتى في المباراه الاخيره اللي كسبتها طبعا اداء مقنع جدا، وميتروفيتش هذا المهاجم الرائع اللي قاد منتخب بلاده باداء رائع جدا، فكره انك تكسب البرتغال وبالفورمه دي بكل النجوم دول على ارضها ده طبعا ما اعتقدش ان هي مفاجاه بالنسبه لنا. صربيا تتأهل على البرتغال، لو رجعنا كده الماتشات التصفيات كلها صربيا افضل من المنتخب البرتغالي، واعتقد المنتخب البرتغالي محتاج تغيير، فرناندو سانتوس اللي ما بيستفدش ابدا باللعيبه اللي معاه، لعيبه مش موجوده في اي منتخب في اوروبا. فجاه بقى فاروق ان المجموعه دي انت لو جيت تشوف كل خط في البرتغال هتلاقي فيه لاعب كلاس ايه، ده يعني من افضل لعيب العالم يعني في مركزه. انا بتهيألي سكواد البرتغال ده ما تقدرش تقارنه باي سكواد للبرتغال السابق قبل كده، وهو يمكن البرتغال يتقارن مع فرنسا، لان بلجيكا مع كل النجوم مش عارف اتفق معاها فاروق ولا لا، بدا مستوياتهم او اعمارهم تكبر فممكن تحطهم في كلاس، لكن البرتغال كافراد تقارن بفرنسا طبعا طبعا، لكن المدرب في حته دفاعيه شويه، حتى شفنا كريستيانو رونالدو بعد ماتش صربيا بدا ينفعل عليه كده، وحتى في البطوله اللي خدوها في 2016 كريستيانو واقف على الخط بيدي التعليمات، لا روح وهاجموا وندفعوا. طيب يبقى هنا صربيا والبرتغال ملحق طبعا. برضو من المفاجات انا ما قلتهاش تشيك، انها برضو ما تاهلتش تشيك دخلت من في الملحق من دوري امم اوروبيه، وهنا بقى قيمته هي والنمسا. تشيك والنمسا دخلوا كمنتخب 11 و12 من دوري الامم الاوروبيه، لان هم كانوا اعلى منتخبين في الترتيب دوري الامم ما تاهلوش في التصفيات الرئيسيه، فبالتالي دخل النمسا ودخل ملحق. طيب نروح المجموعه الثانيه، اسبانيا على حساب السويد. طبعا هي كانت المنافسه قويه جدا، دي كان تكرار لمنافسه اليورو برضو بين اسبانيا والسويد، في اخر يعني اللقطه الاخيره برضو قدرت اسبانيا تتغلب وتتخطى وتعلن تاهلها، ما ده برضو تاهل منطقي الحقيقه، الجيل اللي بيقدمه ادريكي والمجموعه دي بالشكل ده اعتقد منتخب اسبانيا هو المنتخب اللي جاي في الكوره. تمام نروح للثالثه مجموعه، يعني الثالثه طبعا ايطاليا المفاجاه الكبيره ان هي ما قدرتش تكسب الماتشين اخر ماتشين ضد سويسرا وضد ايرلندا الشماليه. لو هي لعنه اليورو الحقيقه ركبت مانشيني وكتبته هو اليورو برضو ماتشات اليورو كانت ايطاليا يعني كان مستواها كويس، بس يعني مش دايما كانت افضل من الخصم. يعني لو شفنا الماتشات اللي كسبتها سواء ضد انجلترا حتى في النهائي ما كانتش افضل من الخصم، بس بيعرفوا يكسبوا في الماتشات الجامعه. لكن ضد ايرلندا الشماليه انا بالنسبه لي كانت ايرلندا كانت ممكن تخطف الفوز. ومنتخب ايرلندا بس ليه هنا عايز اقف عند المنتخب، ملوش اي امل في اي حاجه خالص، لا هيتاهل للملحق ولا هيتاهل لحتى مباشره لكاس العالم، لكن هو احترم 40,000 متفرج جم يتفرجوا عليه. المباراه ايطاليا بتلعبها عايزه نقطه من مكسب عشان تتاهل، لكن رغم كده لحد اخر دقيقه قتال على التعادل، لانهم بيلعبوا على التاهل، على تذكره التاهل، وجماهيرهم كانت فرحانه جدا باللي قدموه. يعني طيب نروح للرابعه،
المجموعه الرابعه طبعا يعني تصدر منطقي المنتخب فرنسا 18 نقطه، اوكرانيا من المنتخبات اللي بتقدم كوره كويسه في اخر السنين طبعا سواء مع تشيفتشينكو او حتى بعد ما رحل وترك منتخب اوكرانيا لسه بيقدم كوره جميله. اعتقد برضو وجود اوكرانيا في الملحق حاجه كويسه، الواحد دايما نفسيا كده وبيحب يساند التجارب زي دي او بيكون في شغف بالتجارب اللي زي تجربه اوكرانيا، دوله صغيره بتقدر تكون موجوده في اليورو وتقدم اداء كويس النهارده بتاهل للملحق وممكن جدا تكون موجوده في المونديال، اعتقد تواجد منطقي ليها في المركز خمسه. معاك يا فاروق. بلجيكا طبعا المنتخب اللي كان مرشح من البدايه وهو قدر يتاهل، يمكن منتخب بلجيكا بنشوفه في بيقدم عروض كويسه جدا في التصفيات وحتى في البطولات المجمعه، لكن الجيل الحالي اللي قال عليه الجيل الذهبي حتى هم احبطوا شويه ان هم ما خدوش اي لقب، وهو المنتخب زي ما كنا بنتكلم على التصنيف هو المنتخب المصنف رقم واحد من 2018 ورغم كده ما خدش اي لقب آه فالتصنيف عنده لعيبه بصراحه يعني جيل ما يتعوضش بصراحه، ولكن هم مصممين على المدرب روبرتو مارتينيز مش عايزين يغيروه بس هو تاهلوا باستحقاق يعني. طيب نروح للمجموعه اللي بعدها المجموعه السادسه. المجموعه السادسه طبعا الحمد لله اسكتلندا صعدت ملحق الحمد لله انا من اول التصفيات بشجعها الحقيقه، والدنمارك طبعا تاكيد للي قدمته في اليورو، منتخب متكامل ما تقدرش تقول فيه سوبر ستار، حتى اريكسن طبعا يعني ان شاء الله يعود عودا سلاما هو اللي كان سوبر ستار اللي فيهم، لكن حتى في عدم وجوده هو منتخب متكامل، منتخب قوي، منتخب ما تقدرش تقول انه ممتع يعني مش متعه منتخب فرنسا ولا اسبانيا فرنسا او تكامل منتخب فرنسا، لكنه منتخب محترم صعب جدا تكسب الدنمارك، وبالتالي ايضا قيمه ثابته اعتقد هيكون ليه تواجد مهم في المونديال. هم الوحيدين اللي كانوا ممكن يحققوا العلامه الكامله 27 نقطه، كان اخر مباراه خسروا من اسكتلندا اخر مباراه بس خسروا من اسكتلندا كانوا هيحققوا العلامه الكامله من 10 ماتشات. تمام. المجموعه السابعه لو اتكلمنا عليها طبعا منتخب هولندا هو المنتخب اللي كان مرشح ليها وقدر يتاهل، بعديه جه المنتخب الروسي اللي قدر يتأهل للملحق، واعتقد ان منتخب روسيا هيكون له شأن كبير في الملحق وممكن يعمل مفاجأة. هي الملحق لسه قرعة هيتعمل قرعة يوم الجمعة هيتوزعوا ال 12 منتخب على ثلاث مسارات، هيتأهل ثلاث منتخبات من ال 12. احنا لسه عندنا قرعة افريقيا وعندنا قرعة ملحق اوروبا وعندنا قرعة دوري ابطال افريقيا صح كده؟ دوري ابطال افريقيا دول اللي احنا مستنيينهم، يمكن افريقيا بس هي اللي في ديسمبر، لكن قرعه اوروبا يوم الجمعه ال 26 يوم الجمعه 26 نوفمبر. طيب نروح للمجموعه اللي بعدها. اعتقد كانت تركيا اللي صعدت مع هولندا في المجموعه دي. تركيا روسيا صعدت مع اوكرانيا بعد كرواتيا بعد كرواتيا روسيا صعدت مع كرواتيا برضو كان يعني منتخب روسيا خسر منتخب قوي جدا منتخب قوي ومنتخب من ساعة كاس العالم 2018 وهم عندهم شكل مختلف بقى عندهم ثقة حتى في قصه المنشطات والكلام ده حتى اللي على الرياضه الروسيه برضه ما اثرتش عليهم. انا فاكر منتخب روسيا يعني طبعا بيقال انه زمان منتخب روسيا ده كان من المنتخبات الثقيله جدا ايام الاتحاد السوفيتي كان منتخب عنيف جدا كسبوا بطوله اوروبا وكانوا بينافسوا على كاس العالم ولعبوا كانوا على ما اتذكر في 88 كان هولندا. الفاينل قدام هولندا والهدف بتاع ماركو فان باستن الشهير اللي جابه كده بالرجل العكسيه أيوة. لا كان هدف تاريخ كان بيتكلموا ان ده احسن هدف في التاريخ مع هدف مارادونا طبعا. المجموعه الثامنه دلوقتي هدف شريف وقفشه يخش شريفه والسوليه يخش على فكره مارادونا بمناسبه الرابونا دي مارادونا كان شهير جدا بيها وليه اكتر من لقطه انا غاوي ادخل كل شويه على اليوتيوب كده لما اكون فاضي يعني او عايز استمتع اروح جايب هايلايتس مارادونا ورونالدو الظاهره اقعد اتفرج فمارادونا كان على طول بيعمل حتى يفصل مع نفسه. نروح للمجموعه التاسعه. المجموعه التاسعه المانيا طبعا الماكينات طبعا صاعده من كاس العالم اللي فات يعني وطبعا محترم جدا مقدونيا الشماليه بتكمل مسيرتها وبرضه بتقول ان هي منتخب ما اكيد مش هيكسب بطولات ومش هيوصل لادوار نهائيه لكن فكره انه يكون متواجد في ملحق ده برضه حاجه محترمه جدا على منتخبات عريقه زي رومانيا مثلا طبعا. رومانيا من المنتخبات العريقه في الكوره. المنتخب الانجليزي في مجموعته بيكسب اخر مباراه 10-0 ضغط جدا ماشيه معاه قوي ماشيه معاه وللاسف هو هيكمل وبيجددوا له لحد 2024 2024 لحد اليورو اللي في المانيا وهم مقتنعين بيه جدا ومقتنعين ان هو يعني الجهبز انا ما اعرفش دايما الصحافه الانجليزيه لما تحب تنفخ حد بصراحه يعني العشرة مين مجموعة العشرة مع انجلترا في في بولندا
بولندا بولندا برضه منتخب قوي جدا. عايزين نشوف ليفاندوفسكي طبعا في كاس العالم، لان زي ما قلنا تاثير اللعيب دايما بيحتاج المنتخب. يعني احنا لو اتكلمنا على محمد صلاح فهو بحاجه للمنتخب المصري زي ما المنتخب المصري بحاجه لمحمد صلاح. دايما اللعيب العالمي اللي موجود في الصف الاول يحب يلعب في كاس العالم. شفنا ايرلينج هالاند حزنه على عدم تاهل المنتخب النرويجي لكاس العالم، لعيب كانت الناس كلها ممكن تتفرج عليه في بطوله زي في لعيبه كتير جدا. يعني جورج واي مثلا خد لقب افضل لاعب في العالم وحرم، ما شفناهوش في كاس عالم. حرمنا احنا حرمنا احنا فينا جون من مصر. راين جيجز وجاريس بيل مع منتخب الويلزي، تشيبتشينكو مع اوكرانيا. يعني في لعيبه كانوا اساطير الحقيقه، فلتات يعني، بس منتخباتهم لم تتاهل لكاس العالم. اعتقد ده بيأثر على اللاعب نفسه، بيأثر على اسمه ومشواره. طبعا طبعا، هو يعني مهما اللاعب حقق من انجازات دايما انت لما تيجي تحط اتنين لعيبه في المقارنه، هو كان كل الديبيت حواليه ميسي وكل الانتقادات اللي بتوجهله عشان ما عملش بطوله مع منتخب الارجنتين. دايما هو ده المدخل لما تعوز تنتقد حاله عظيمه في الكوره. فطبعا الانجاز الدولي مهم، وكل اللعيبه مدركه ده، كل اللعيبه في اوروبا وكل اللعيبه في امريكا اللاتينيه مدركه ان فعلا انك تحصل على بطوله او تعمل نتائج كويسه مع منتخب بلادك ده مجد وجلوري في الكوره، مختلف تماما عن الانديه مهما كان قيمه الانتصارات اللي بتحققها. شعبيه كريستيانو رونالدو كمان في البرتغال اختلفت تماما بعد تحقيق لقب اليورو. كان هو النجم، طبعا نجم كبير في منتخب البرتغال، لكن بعد تحقيق لقب اليورو وتحقيق بطوله كبيره لاول مره لمنتخب بلاده اصبح رمز هناك في البرتغال. التمثال شفنا تمثال في كل مكان تقريبا في البرتغال لكريستيانو رونالدو بعد البطوله. فبيفرق جدا المنتخب وانجازاتك مع المنتخب. وصدمه كريستيانو نفسها يعني اللي تابعناها بعد عدم تاهل البرتغال، تقول لك مليون رساله قد ايه التاهل لكاس العالم هو يمكن يكون الحلم الاهم النجم بحد رونالدو في الوقت ده. لاعب عنده كل شيء، يعني دوري ابطال اوروبا وهداف دوري ابطال اوروبا وهداف دولي واغنى اعلى دخل في العالم. الا المدربين الا المدربين عنده كل شيء الا المدربين. ربنا اداله كل حاجه وحرمه. دكتور وليد خد بالك كمان انه ممكن بطوله كاس العالم اللي جايه دي تبقى اخر بطوله طبعا، وتبقى الامل الاخير ليه في انه يحقق يعني. والجيل اللي معاه كمان يعني هو باصص ومقدر تقريبا كمان انه الجيل اللي معاه ممكن يساعده في انه ياخد بطوله كاس عالم. انت يعني خليت في طيف كده هيك قدامي ان نهائي كاس العالم 2022 يبقى نهائي اسطوري بقى. برتغال ارجنتين ورونالدو هنا وميسي هنا، حتى يتقابلوا دي مباراه يعني مباراه القرن اللي هو مش قرن، مباراه كل القرون اللي هو الفايز فيها بالفعل. انا موافق بس بشرط ايه؟ انه البرتغال او الارجنتين يتاهلوا النهائي على حساب منتخب مصر في قبل النهائي. يا سلام في الحاله دي انا ادعم وصول البرتغال والارجنتين لنهائي كاس العالم. احنا قانعين وكفايه البرونزيه مفيش طيب مشكله. انا معايا ملفين يعني ممكن نعدي سريعا جدا على تصفيات امريكا الجنوبيه. ممكن تقولوا لنا كده اهم نتائجها. طبعا القوى التقليديه برازيل ارجنتين، بس برضو تدونا كده ملخص فاروق ممكن تبتدي معانا. المباراه يمكن الناس اللي استنتها ما بين البرازيل والارجنتين، شفنا احصائيات المباراه حتى الناس اللي اتفرجت كانت منتظره مباراه كبيره ومباراه ممتعه. المباراه كانت عنيفه جدا جدا، ما كانش فيها محاولات كتير على الجون، يمكن كانت بس اللمحتين لمحه انخيل دي ماريا والكوبري اللي جابه في فينيسيو جونيور وقوس قزح اللي عملها المهاره. فكانت مباراه عنيفة جدا. يعني شاف اللقطتين دول كانوا هم ملخص المباراة. لو بصينا تاني حتى كان في عنف، اوتاميندي كان المفروض يطرد في لقطة ضرب لعيب البرازيل بالكوع، لكن كمباراة فنية ما كانش فيه. اعتقد كانت مباراة الارجنتين واوروجواي اللي قبليها كانت افضل يعني. دكتور وليد هو طبعا اوروجواي بالنسبه لي برضو من المنتخبات اللي عليها علامه استفهام، من المنتخبات اللي بحبها كنت لسه بنتكلم عنها من شويه. متراجعه على التصفيات دي، في منتخبات الى حد ما بتقدم كره جيده، بتكلم عن اكوادور طبعا كولومبيا، اربع عزائم متتاليه لاوروجواي وبدات تبعد كمان. هي فكره كمان كاس عالم من غير اوروجواي اللي هو اول بطل لكاس العالم واول منظم وحاجه كده من كلاسيكات الكوره في التاريخ. انا بحبهم جدا وما عندهم مشكله ان اوسكار تباريس كده كتير قوي على اوسكار تباريس. طيب دي طبعا المنتخبات اللي تأهلت بالفعل لكأس العالم من أوروبا زي ما قلنا لحضراتكم، فرنسا، كرواتيا، صربيا وسويسرا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا وإسبانيا وإنجلترا وهولندا في انتظار الملحق، ومن أمريكا الجنوبية الأرجنتين والبرازيل. طبعا ومعهم قطر بقى المنتخب القوة العظمى اعتقد هي اللي تأهلت خلاص يعني. ومصر باذن الله ان شاء الله، وفي لسه طبعا ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله قدها وقدود والله. ان شاء الله مهم بس نشتغل صح. اروح معاكم بقى للترانسفير لانه على هامش متابعتنا لتصفيات كاس العالم يمكن كان في بعض الاخبار المرتبطه بالميركاتو اللي جاي وكلام كتير. هبتدي بابو صلاح الحقيقه لانه في الفتره الاخيره في كلام كتير جدا عن اهتمام تشابي هرنانديز شخصيا مش بس البارسا
بانه يضم محمد صلاح. واحد من تصريحاته قال انه صلاح هو الخليفه الطبيعي ليو ميسي في البارسا. تتوقع انه الكلام ده وامبارح يمكن في متابعتنا للصحف الاجنبيه واحد من الاخبار كان بيقول انه البارسا بدا بالفعل في مفاوضات سريه ليست معلنه حتى اللحظه مع ليفربول عشان ياخد محمد صلاح. شوف تشافي ليه الكلام ده منطقي؟ لان تشافي من ساعه ما اتربى في برشلونه وطلع كان دايما متعود ان يكون في لاعب رمز وملهم في الفريق، الكل باسم الكل بيتجمع حوله. طبعا حضر رونالدينيو في الاول وكمل مع ميسي بعد كده كان هذا الرمز الملهم. دلوقتي هو فاهم ومتاكد ان ده اللي ممكن يكون ليه دور كبير في ان البارسا يرجع تاني، ان يكون في لاعب نجم الكل يتجمع حواليه. هو الاوبشنز اللي موجوده كنجوم او سوبر ستارز ممكن يقوم بدور الملهم مين في العالم؟ طبعا لا ميسي هيكون الموضوع صعب، وكريستيانو رونالدو ايضا الموضوع خلاص بقى صعب وتقدم في العمر والموضوع شبه منتهي. اسماء تانية زي نيمار بقت عودته صعبه جدا، امبابي خلاص على رادار الريال وقريب هو اعلن عن رغبته في انه يلعب لريال مدريد بالظبط. الاند لاعب رائع بس مش ده اللاعب الملهم، اللاعب الملهم لازم يبقى كاريزماتيك، لازم يبقى عنده حاله كده مختلفه. مين صلاح يعني هو صلاح هو صلاح هو بحقيقي يعني صلاح ده حقيقي هو يعني. هو دلوقتي كريستيانو بدون يعني اي مجامله، كريستيانو ميسي اللاعب اللي بيتمتع بهذه المواصفات في العالم دلوقتي هو محمد صلاح، فبالتالي هو ده مشروع تشافي هرنانديز منطقي بالنسبه لي. اعتقد محمد صلاح اوبشن عنده حتى يورجن كلوب، يعني انا كنت قريت تصريحات في صحف انجليزيه او يعني تسريبات ان يورجن كلوب قعد مع صلاح قال له طبعا انا عايزك بكل الطرق وهتمسك بيك لاخر لحظه، لكن يعني لو كل الطرق اتقفلت خد نصيحه مني كحد محب ليك ما تروحش ريال مدريد، روح برشلونه عشان نفسي ده، ان انت لما تروح هتبقى انت خليفه ميسي وهتبقى انت الملهم للفريق واسطوره برشلونه. لكن اتمنى انك كان الله في عون صلاح الحقيقه. انا يعني الواحد لما بيقعد يفكر واحنا يعني ايدينا في المايه البارده زي ما بيقولوا، قرار صعب جدا طبعاً. جدا بعد كل النجاحات والارقام والانجازات وانك تبقى اسطوره في نادي بحجم ليفربول وتحقق البطولات دي، وخصوصا كمان مع اهتزاز مستوى البارسا في الموسمين اللي فاتوا، اخد قرار ولا اروح للبارسا وابقى ببدا مشوار جديد. اعتقد ان صلاح برضو عنده الحته ان انا عايز العب لريال مدريد وبرشلونه، وانا طفل صغير في مصر كنت بتفرج عليهم، وهو حتى قال انا كنت بلعب ليفربول في البلاي ستيشن عشان كده كان اختياري رايح لليفربول. فهو ممكن تكون عنده حته برشلونه، شفنا له لقاء زمان ايام ما كان في المقاولين قال ان انا هو ممكن يكون مشجع كتالوني. وحاليا برشلونه ريال مدريد اتعاقد مع كيليان امبابي، فبرشلونه شئنا ام ابينا جماهيره منتظره صفقه كبيره ترد بيها على كيليان امبابي. ما فيش صفقه النهارده كنا معتقد الاس الاسبانيه ولا الموندو ديبورتيفو كانت منزله، اعتقد اس الاسبانيه كانت منزله صوره غلاف فينيسيوس جونيور وعلى يمينه هالاند وعلى شماله امبابي. ثلاثي خطير جدا ثلاثي يعني فينيسيوس هو رمانة الميزان وكمان صلاح لما يروح برشلونه هيبقى المنقذ وهيبقى هياخد دور كبير في برشلونه. اعتقد ان هو ممكن يفكر في تجربه برشلونه لان حواليه لعيبه صاعده ولاعيبه جيل قادم لبرشلونه. اعتقد مع تشافي برشلونه هيبقى ليها مستقبل، ده غير ان هو المماطله كمان مع ليفربول اعتقد ان ليها سبب، واتقال في الصحف الاسبانيه ان في مفاوضات مع ممثلين محمد صلاح، فممكن يكون صلاح بيفكر في خطوه برشلونه، والاكيد ان برشلونه بيفكر في خطوه محمد صلاح. على الهامش كده ما يجيش في دماغك قصه مثلا او ثلاث قصص مش قصه واحده، قصه مثلا كوتينيو اللي كان رمز في ليفربول راح البارسا اختفى، جريزمان كان اهم نجم في اتلتيكو راح البارسا اختفى، عثمان ديمبلي مثلا كان نجم في دورتموند راح البارسا اختفى، يعني برضو ده سيناريو لازم يتحط في الحسبان. اكيد اكيد هي مغامره، اكيد هي مغامره، بس صلاح يختلف، عقليه صلاح تختلف عن عقليه كوتينيو او اللعيب اللي من جنوب اللي من امريكا الجنوبيه. صلاح شفناه التزامه، ما فيش نادي راحه محمد صلاح في اوروبا اشتكى منه، ما فيش نادي راحه افتعل فيه اي مشكله، فدايما اللعيب اللي بيقدر يحافظ على نفسه بتبقى احتمال فشله في اي تجربه صعب جدا. مع البارسا برضو داني الفيش ايه يا دكتور وليد؟ هو برضو راجع علشان الفكره اللي انا قلتها لك، هو مش هيأدي فنيا بقدر ما هو عايش شخصيه لاعب عايش فتره انجازات البارسا، يقدر يكون موجود مع مجموعه اللاعبين يوصل لهم ده، يفرض استقرار وانضباط في اوضه اللبس، يتجمع برضو حواليه اللعيبه، هيكون ليه ادوار بعض ادوار تشافي. داني الفيش لسه يعني احنا شفناه حتى في اخر مبارياته لما كان بيلعب في الدوري البرازيلي بيأدي، بس طبعا مش هيكون اساسي كل المباريات، لكن
هو عايزه عشان الحاله دي، علشان يكون عنده نجم سوبر ستار ببطولات بانجازات يقدر اللعيبه تتجمع حواليه ويقدر يكون مدرب تاني. صحيح. هو اللي عرض نفسه كمان داني الفيش، هو اللي عرض نفسه على برشلونه، مش برشلونه اللي سعى للصفقه. ايوه. فتشافي لقى ان هو مناسب، لعيب خبره بيقدر ينقل. تعالى موجود معايا، اتدرب معايا 6 شهور. ان خبرتك للجيل اوكي كده، مش هيلعب قبل يناير يعني، لو لعب مش هيلعب قبل يناير، النص التاني بس في الدوري. طيب، بمناسبه رجوعنا للدوري مره طبعا بشكر دكتور وليد وبشكر فاروق، شكرا جزيلا. شكرا يعني. شرفتونا واستمتعنا بوجودكم معانا، وان شاء الله باذن الله مع رجوع الدوريات والتشامبيونز ليج الدنيا هتسخن ونستمتع بيكم دايما معانا في السادسه. خليني افكر حضراتكم طبعا بمناسبه رجوعنا للدوري هننسى كتير يعني، هنروح ونيجي ونروح ونيجي، فهنرجع نفكر حضراتكم بملخص او بحصاد الجوله الثالثه من منافسات بطوله الدوري المصري. دي كانت اهم وابرز الارقام، 23 هدف تم تسجيلهم، اكبر نتيجه واكبر انتصار 3-0 سموحه على حساب ايستن كومباني، نسبه تسجيل اهداف بمعدل 2.55 هدف في كل مباراه. أكثر المباراة تهديفيا كانت الأهلي والزمالك، 5 لصالح النادي الأهلي، ونجم الجولة كان نجم النادي الأهلي ونجم مالي أليو ديانج، وهداف الدوري علي معلول برصيد 3 أهداف. دي كانت أهم وأبرز أرقام الجولة الثالثة اللي اتلعبت في بطولة الدوري. نرجع مرة ثانية نستأنف نشاط، ونرجع مرة ثانية وإن شاء الله نتمنى مباراة قوية ومباراة ممتعة، والأهم نوصل للعلامة الكاملة ولنقطة 12 الأهلي في مواجهة المقاولين يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله. كل التوفيق لنجومنا. مرة ثانية بشكر ضيوفنا، شرفتونا ونورتونا وسعدنا بيكم، وبشكر حضراتكم وأرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة، ونتقابل إن شاء الله يا رب على كل خير يوم السبت الجاي حلقة جديدة السادسة.